ولمتابعة آخر التطورات في قطاع غزة وتحديدا في المحافظات الجنوبية، معنا مراسلتنا من أمام مستشفى الشهداء الأقصى سالي ثابت. أهلا ومرحبا بك سالي، ضعينا في صورة التطورات الميدانية لديك حتى هذه الساعة. أهلا سعاد، يعني آخر التطورات الميدانية في المحافظة الوسطى هو القصف المدفعي الذي يطاول عدة مناطق مختلفة وتحديدا على الحدود أيضا المختلفة في المحافظة الوسطى، أبرزها في شمال النصيرات تحديدا بالقرب من محطة الكهرباء، بالإضافة إلى المناطق الشمالية الغربية من نفس وذات المخيم، منطقة أبو معلى وأرض المفتي وأيضا منطقة أبو مهادي، بالإضافة أيضا إلى أبراج الزهرة وأبراج الأسرة. هذه تقريبا كل يوم ساعات تتعرض لأحزمة نارية تحدث اهتزازات أرضية عنيفة، ويعني تبث الرعب الخوف بين صفوف النازحين وتحديدا القريبين من تبت لنويري. نعم. بالإضافة أيضا يعني ساعات في ساعات الصباح كان هناك تشييع جثامين شهداء إثر استهدافات وغارات جوية استهدفت يعني أكثر من خيمة للنازحين، كان أبرزها في منطقة وبلدة الزوايدة خيمة لعائلة بركات الأسرة يعني بأكملها مسحت من السجلات المدنية، وفي ذات الوقت كان هناك يعني استهداف وغارة جوية أخرى لخيمة أيضا ثانية في منطقة دير البلح بالقرب من مسجد بلال، بالإضافة إلى استكمال جهود الطواقم الطبية سواء كان من مستشفى العودة أو هنا من مستشفى شهداء الأقصى، ووصول مركبات الإسعاف إلى منطقة المخيم الجديد و انتشال عدد من الشهداء تحديدا من عائلة صيدم ونقلهم إلى مستشفى العودة ليواروا الثرى، بالإضافة أيضا إلى أنه أيضا اليوم كان هناك يعني شهيد متأثرا بجراحه من عائلة الباز، واستطاعت أيضا يعني الكوادر الطبية من انتشال شهيد من عائلة أبو العطايا في مخيم البريج، أيضا تم استهداف منزله في ذات المخيم، لكن لم تتمكن الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف من الوصول إلى تلك المنطقة كونها صنفت منطقة حمراء وخطيرة، والكواد كابتر وهي الطائرات التي أدخلت إلى سلاح الجو للاحتلال الإسرائيلي كانت يعني تقوم بإطلاق النيران بشكل كثيف في تلك المنطقة. إذا ما تحدثنا أيضا يعني سعاد عن الأوضاع الإنسانية، كان اليوم وتحديدا في سوق دير البلح شمله إضراب وإغلاق تام للسوق بسبب غلاء الأسعار بالتزامن مع طول مدة الحرب، وأيضا فقد الجميع يعني من العائلات النازحة من الموظفين أعمالهم، وإن وجدت بعض من المواد التموينية الثانوية وحتى بعض من الخضار والفواكه كانت تباع بأسعار غالية، لكن اليوم كان هناك أيضا بيان للعائلات سواء كان النازحة أو المواطنين هنا من دير البلح بضرورة أن يكون هناك وقفة جادة لإيقاف التجار المحتكرين للسلع، وبالفعل يعني قام هناك عدد من الشبان صباحا بإغلاق يعني البسطات وإغلاق أيضا الأسواق، ولكن شبح المجاعة يسيطر هنا على المحافظة الوسطى إذ لا قوافل تصل بشكل عادل إلى كافة الأسر، نحن نتحدث عن 1.25 مليون نازح هنا في المحافظة الوسطى، ويلزمهم العديد من المواد التموينية والغذائية والمساعدات الإغاثية التي تصل بالتزامن مع إغلاق معبر رفح البري الذي يعتبر عصب وشريان الحياة في قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر سعاد. نعم، شكرا لك يا الزميلة سالي ثابت، كنت معنا على الهواء مباشرة من أمام مستشفى الشهداء الأقصى بدير البلح، شكرا جزيلا لك.